هذا الدرس دروس هدول مخصصين للطلاب، وقلت برجع بعيد مثل كل مرة دايما أنا شارح المنهاج من قبل، شارحته بشكل موسع للأساتذة وللطلاب اللي بتحب التوسع، اللي بده يدرس يمشي معي عادي بتابعني هون. درسنا هلأ استيعاب كتابي، استيعاب كتابي دايما هو اللي مثله بيجي بالفحص، نصوا عليه أسئلة، ونتذكر درسنا كان كيف منعيش مع الجيران مع بعض، مع العالم مع بعض، كيف تكون الحياة ممتعة، وإنه نراعي الآخرين، كيف نحترم القواعد، نحترم النظام. إذا هون هلأ عن اللي عندي يا بدي أشتغل عليه بالنص هو ريغلومون انتيريور دو نوتر ايموبل، النظام الداخلي لسكننا. يعني نحن ساكنين ببناية، هدول بناية 3 طوابق فيها 6 شقق، شو هو النظام الداخلي؟ يعني داخلي يعني كل بيت لازم يتقيد بهالنظام لحتى يكون الجيران مرتاحين مع بعضهم وما نعمل شيء يزعجهم. خلينا نشوف شو عم يقولوا. أول واحد هاد شو قال؟ إلي أوبليغاتوار، من الضروري من الإجباري، مثل إلي نسيسير، إلي أوبليغاتوار، الضروري دو ريسبكتي، احترام ليز إسباس فير، المساحات الخضراء، الأماكن الخضراء. درسنا إلفو يجب، إل نوفو با حطيت نو قبله فبعد لا يجب، درسنا هون. ودرسنا إلي نسيسير دو، قلنا il faut il ne faut pas أو nous devons يجب علينا، هدول بيجي بعدهم فورا مصدر زائد مصدر، il faut مصدر يعني فعل ما متصرف، nous devons يجب علينا فورا فعل ما متصرف. أما من الضروري أن، بدي أن اللي هي دو بيجي وراها كمان مصدر، إلي أوبليغاتوار من الضروري أن نحترم، حطيت بعده الفعل مصدر. أما التركيب إلي أوبليغاتوار دو، من الضروري احترام ليز إسباس فيغ، المساحات الخضراء. هذا اللي قاله. رقم 2 شو قالت؟ قالت إلي نسيسير دو، من الضروري أن، إلي أوبليغاتوار دو إجباري أن، إلي نسيسير دو شالوا الأو لأنه هو في حرف صوتي. من الضروري منع empêcher les enfants، منع الأطفال d'utiliser seul، يستخدموا لوحدهم الأسانسور. الأسانسور عادة الأولاد بيعملوا ميتة تخباية، بتخبوا الأسانسور وبيزدوا بيطلعوا فيه، هلا هو لعبة حلوة بس لما بيكون الأسانسور إلنا لأبونا مو للبناية، هيك سلوك غلط هون. إذا ممنوع، من الضروري نمنع الأطفال يستخدموا لوحدهم الأسانسور. 3، رقم 3 هاي قالت il ne faut pas، ما لازم، بعد il ne faut pas شو؟ ما في دو، بعد il ne faut pas رأسا بيجي المصدر، il ne faut pas fumer، عدم التدخين dans les ascenseurs، جوات الأسانسور، les couloirs والممرات، et dans le jardin في الحديقة. 3 أماكن ممنوع التدخين فيها، داخل الأسانسور، بالممرات، les couloirs، et dans le jardin وبالحديقة. 4، هاد قال il est nécessaire de، من الضروري أن، il est obligatoire de، il est nécessaire de، من الضروري أن، ne pas mettre، عدم. إذا في ne pas قبل الفعل اللي بالمصدر معناتها عدم، il ne faut pas، il est nécessaire de ne pas mettre، يجب عدم وضع، إذا ترجمتها عدم، من الضروري عدم وضع لي بوبيل، كياس الزبالة، القمامة، دوفون لا بورت، أمام باب دو لابارتمون، الشقة. لو كانت شقتك هي قدام باب الشقة ما بصير تحط زبالة. 5 هي هاي قالت إلي أوبليغاتوار، من الضروري دو زائد مصدر، من الضروري بيسي خفض لو سون دو لا راديو، صوت الراديو، de la télévision، صوت التلفزيون، de la musique، وخفض صوت الموسيقى.
أما ستة فهو هاد قال إلي بخيفيرابل مفضل من المفضل دو زائد دو زائد مصدر من المفضل دانفورمي إعلام إخبار لي فوازان الجيران أون كا دو فيت في حال احتفال أو دي ترافو أو أعمال منزلية بدك تضرب بالشاكوش بدك تدق التوم بالهواء بدك تخبر الجيران عشان ما تزعجهم وتقوم بالليل نص الليل تشتغل لازم تخبر الجيران إذا هدول هنن تعليمات النظام الداخلي لو ريغلومون انتيريور دو نوتر ايموبل بعيد il est obligatoire de respecter les espaces verts il est nécessaire d'empêcher les enfants d'utiliser seuls l'ascenseur il ne faut pas fumer dans les ascenseurs les couloirs et dans le jardin il est nécessaire de ne pas mettre les poubelles devant la porte de l'appartement il est obligatoire de baisser le son de la radio de la télévision de la musique il est préférable d'informer les voisins en cas de fête ou de travaux les mabiardou deux il faut il ne faut pas nous devons adol mabiardou deux ou le biardou deux adol tlet ou le biardou deux كمان tlet il est obligatoire de il est nécessaire de il est préférable de tlet et betlet نحفظهم بصم ثلاثة بياخدوا دو وثلاثة ما بياخدوا الكل مع مصدر لي افي لو بون شوا اختار الجواب الصح هيك بيجيني بالفحص دون سو دوكيومون يعني بهالنص il s'agit شو هذا اللي شفناه نحن دي بانكارت بانكارت يعني لافتات شو شايفين انتو لافتات الواحد شايل لافتة مكتوب عليها الأرقام الموجودة هون لافتات دي ليتر رسائل كانوا رايحين على البريد يحطوا رسائل لا ان بلان مخطط منزل مخطط البناية لا ان النوس اعلان لا مو اعلان لان هون لافتات شايلينهم بايدهم سي نوت هالملاحظات سو تروف وين موجودة هالملاحظات طلع وين موجودين هاي شو هاي مدرسة لا هذا شارع لا هاي مدينة لا هاي بناية إذن سي نو سو تروف دون اون ايكول بالمدرسة لا ان جاردان نو ان ايموبل في المبنى هدول لافتات المبنى ست بيوت ان ستاد بالملعب لا لي بيرسون الاشخاص ادريس سي بتي ميساج كاتبين هل اللافتات الصغيرة هالرسائل الصغيرة لمين كاتبينها كاتبينها الوغ فوازان لجيرانهم مو à leur directeur, مو la مدراءون, ولا aux habitants des autres quartiers, إلى سكان الأحياء الأخرى, autres الأخرى, ولا aux habitants des autres villes, ولا سكان المدن الأخرى. Page 35, مكفيون, عملوا لي, lis les pancartes, اقرأ اللافتات, puis associe, ثم ربط, chaque problème, كل مشكلة, دون مشكلات, ستة. الكل مشكلة بالشخص اللي المناسب عنا ياهن دول نفسهم اللي كانوا واقفين على شباك بيتهم بدنا نربط كل واحد من مشكلة مع صاحبه مين اللي قال les enfants jouent dans le jardin de l'immeuble et cueillent les fleurs الولاد عم تلعب بحديقة المبنى وتقطف الأزهار وين أول وحدة تبعت الحديقة الحديقة هي هي مين اللي قال هاي انه عم بيخربوا الحديقة مين واحد هو هذا اللي له نظارات خلينا نروح على اللي له نظارات ونشوف رقمه وينه هذا دي اذا اول واحد هو هذا ان اول واحد قال الاولاد عم تلعب مين اللي قال لي فوازان فون بوكو دو بروي جيران عم تعمل ضجة كبيرة افيك لور تلفزيون لو راديو شعلين التلفزيون وشعلين الراديو عم بيطلعوا صوت طبعا ما راح يجيني هيك بالفحص يفرجوني الصور لا بس احنا خلينا نتدرب هذا التلفزيون العالي اللي ما لازم نعليه رقم خمسة مين صاحبه صاحبته هي مشعر الطويل الاسود
شاد رقمه رقمه سي، إذا سي هي 2. طيب 3، مين اللي قال لي فوازان ليس لوغ ساك دو بوبيلا؟ مين اللي قال الجيران عم يتركوا كياس زبالة دوفون لوغ بورت قدام باب بيتهم دون لي كولوار بالممرات سوغ لي زيسكاليي وعلى الدرج؟ بدنا مهم لي بوبيل الزبالة، مين اللي حكى عن الزبالة؟ هاي القمامي. رقم 4، مين صاحبه؟ هو هذا اللي لابس أخضر. خلينا نشوف شاد رقمه هون، إذا هذا هو صاحب الزبالة، مو صاحب الزبالة، اللي حكى عن الزبالة هي الرقم 3. 4، مين اللي قال لي زانفون مونت دون لاسانسور سان لوغ باران؟ عم يطلعوا الأولاد بالأسانسور بدون أهاليهم، فينو الأسانسور اللي عم يطلعوا فيه؟ هدول اللي عم يلعبوا ومبسوطين وضحكين على حالهم. رقم 2، مين اللي حكى فيها؟ هاي مشعر القصير، هاي او. اذا هاي هي 4. طيب 5، مين اللي قال لي جون فوم دون لي كولوار دون لو جاردان؟ الشباب عم يدخنوا بالممرات وبالحديقه. نزلنا وطلعنا لفرج الله. هذا اللي هون التدخين رقم 3. مين صاحب الرقم 3؟ هو هاي البنت مشعر القصير، هي هاي بي، هاي هي الرقم 5. باي عندي الاخيره، مين اللي قال لو فوازان في توجور دي فيت؟ الجار دائما عم يعمل احتفالات اي دي ترافو اشغال دون سون ابارتمون بشقته سان نوز انفورمي، بدون ما يعطينا خبر. 6 هي هاي اف، هذا هو تبع الحفله. هاد مين هو الستة؟ هو هذا اللي شعره احمر برتقالي، إذا هذا الستة. أنا المهم ما أحفظ الأرقام، المهم أحفظ الجمل، لازم بالأخير نحفظ جمل لمراعاة الجيران، شو لازم نعمل وشو ما لازم نعمل. بوغ دوني دي ريغ، لحتى أستخدم أعمل قواعد، مثل ما قلنا إلفو إلنو فو با نو دوفو، هدوليك البلدو. أما إلو دو فهن إلي أوبليغاتوار دو، من الإجباري أن، إلي أنتيغدي دو، من الممنوع أن، إلي نسيسير دو، من الضروري أن، إلي بريفيرابل دو، من المفضل أن. طلعوا 4، 4 بدو مع مصدر، وثلاثة بلدو مع مصدر. ضل عندي سي تاتوا مانتنان، هلا دورك دو دوني اون ريغل، تعطينا قاعدة أجوتي نضيفة أو ريغلمون دو سيت إيموبل، أعطينا قاعدة أخرى للنظام الداخلي لهذا المبنى. أنا كتبت إلى أنتردي مع دو مصدر، إلى أنتردي دو ديسيني، ممنوع الرسم أو ديكخير أو الكتابة دي مو كلمات كوم سوفينير ذكرى سور لي مور دو ليموبل، على جدران المبنى. بحطوا دايما بحطوا لي قلب وبحطوا سام داخل من هون وطالع من هون، وبحطوا لي سين وواو واسماء. هذا ممنوع نعمله على الحيطان، اعملوا على دفترك، اعملوا على ورقه عندك، بس ما بصير نزعج الجيران بهيك مناظر. اللي بعدين بقولوا الحيطان هي دفاتر المجانين، نحن منا مجانين. الي انتيردي دو ديسيني، ممنوع الرسم او ديكخير او كتابة دي مو كوم سوفينير، كلمات كذكرى سور لي مور دو ليموبل، على جدران المبنى. وخلصنا الاستيعاب الكتابي، وصلنا على القواعد، وكانت معكم مدام مات. لكم اوغوفوار، على بروشين فوا، باي باي.